بكم في النشرة الاقتصادية. أقفل مؤشر البحرين العام بانخفاض وقدره 0.28 من 100 نقطة عن معدل الأقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 1,169,466 سهما بقيمة إجمالية قدرها 99,299 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 23 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 81% من القيمة الإجمالية للأسهم.